اسوي الرز في قلب المرقه اللي هعملها. المرقه هيكون فيها ايه؟ هيكون فيها طماطم، بصل، عصير ليمون، قرفه ولومي، وهيكون فيها بهارات اللي انا هحطها عليها هيكون حبهان، كمون، كزبره، كركم، زعفران وشويه موارد. فانا بحط شويه الزعفران هنا في الموارد على اساس يغيروا لونهم، وباخد الزيت اللي اسوي فيه، بس اعمل زيت زيتون مع زيت ذره. دول بحط عليهم البصل والثوم علشان هسوي فيهم الجمبري. بحط البصل والثوم هنا اهو، وعندي بصل ثاني مقطعه ثلاث انواع بصل. بصل مفروم ناعم حطيته هنا اهوت، هحمر فيه الجمبري، وعلشان اخد طعم ونكهه احط عيدان اللي هي القرفه، لومي نكسره بس لومي عماني، وفلفل اسود حب. اما البهارات المطحونه هيكون حبهان، كمون، كزبره، مصاله، ممكن يكون عندي شويه من الجنزبيل حاطط عليهم، شويه صغيرين من القرفه، وبستعمل الكركم، وهخلي الزعفران مع الموارد ده هحطه بعدين عشان ما يتبخرش. بقلب كل دول مع بعض، حط عليهم شويه طماطم قطع صغيره، نقطع او نكسر الطماطم دي. يبقى انا عندي هنا توليفه جميله اقدر اسوي فيها الجمبري. يبقى عندي الجمبري هياخد طعم، مش هسويه في ميه، عايز اخد البهارات دي كلها. بس ملحها الاول، احط شويه ملح، وبعد كده بضيف مرقه. مش هحط مرقه كتيره، يا دوبك شويه المرقه اللي بحطها هسوي فيها الجمبري. مرقه فراخ، نقلبهم هنا حاجه بسيطه جدا هنا عشان يبقى طعمهم مركز. باجي اخد الجمبري هنا واحطه، يا دوبك يبتدي يستوي شويه، يغير لونه، اللون يتغير على اساس ان اللون اللي فيه هو الترمومتر بتاعي، زي ما بقول ان هو يبقى لون البامبا. اقلبه هنا، ونسويه من الناحيتين. فخد كل النكهه اللي انا حطيتها او الطعم اللي انا حطيته ديت، بغطيها شويه بس البخار يكمرها. وفي حله تانية انا جايب بصل محمره برضو، على اساس ان عندي ثلاث انواع بصل قلت عليهم، اتنين متقطعين جوليان اللي هو جوانح، ده هستعمله وهحط عليه الجمبري اللي هزين بيه، والنوع التاني هحمره وهقدمه كده. الجمبري استوى، ارفعه على جنب عشان ازين بيه. وبقيت الجمبري اللي عندي، اتاكد ان ديت استوت من كل ناحيه، بقيت الجمبري اللي عندي هدخله مع الرز، هيبقى رقات مع الرز. فهجيبه هنا واحطه، عشان كده بقول مش بحطه لمده طويله، براعي الحاجه اللي عندي حجمها قد ايه، هتاخد سوى قد ايه، حاجه تستوي اكتر من حاجه ما بحطهاش قبلها. اسوي ده بنفس الطريقه هنا اهو، يبقى كده عندي الخلطه ديت جاهزه. ارفع الجمبريه ديت مع اللي هزين بيهم
وأضيف شوية مرقة على الجمبري ده. يبقى دلوقتي ده الجمبري ده ممكن أكله مع مكرونة، ممكن أكله مع رز، ممكن أكله بأي طريقة أنا عايزها، لكن إحنا قلنا هنعمله مع رز. الرز اللي هعمله هيكون عبارة عن رز بسمتي، بجيبه بسلقه زي المكرونة، يعني بيكون نص سلقة في مية كتيرة، مية غزيرة. الرز نفسه بيكون حبته طويلة، بغسله بحطه في المية، وده اللي هحطه هنا مع البصل وأقلبه وابتدي أضيف الجمبري عليه. هجيب شوية هنا من الرز حطهم هنا، وعندي اختيارين، ناخد الرز مع البصل أقلبهم فبقى عندي كمية رز بالبصل هنا اهو، هضيف عليها، نعلي النار شوية، ابتدي اضيف عليها الخلطة الحلوة اللي احنا عاملينها مع بعض هنا، بس نبدل الحلل، نقلل الحرارة هنا وهنا، مش عايزة تقل زي بعضه عشان توقف في الحر، ونعملها. فاجي هنا واخد الخلطة نفسها اللي هي الجمبري دوت، و مع اللومي مع القرفة، وبحطها، وباخد شوية من الصلصة زائد شوية من المرقة، عندي الكبشة هنا في الحلة، باخد شوية من المرقة واحطها علشان اكمل سوى الرز شوية هنا، واكمل بقية الرز هنا، وبعدين ناخد شوية مرقة صغيرين على الباقي هنا، واجيب فوطة ارفع بيها بقية الجمبري مع كل الحاجات اللي حطيناها فيه، بس اتأكد اني بساوي دي، واخدها واحطها هنا على الوش، وبعدين اجيب شوية عصير الليمون مع الموارد والزعفران، هنزق دول لتحت شوية، اقلب عليهم واضيفهم هنا، والمرقة اللي انا حطيتها تحت مع شوية الخلطة اللي انا حطيتها دي، بسيب دي على النار شوية، نغطيها لغاية لما يبتدي تكمر، تاخد حوالي 25 دقيقة، ممكن ربع ساعة حسب الكمية اللي انا حطيتها، بسيبها تتكمر، وده هيكون طبق الرز بالجمبري. بعد ما بسيب الجمبري مع الرز يستوي، بحطهم على نار هادية، وبضيف شوية من المرقة. الرز بيكمل تسويته على البخار، والجمبري كده استوى وكان مستوي قبل ما بحطه، بس بكمل سواه عشان اخد الطعم والنكهة. اجيب هنا طبق التقديم، وفاكرين احنا قلنا فيه ثلاث انواع بصل، فهستعمل النوع الثالث دلوقتي. باجي هنا اجيب اوزع الالوان لانها رقات حاططها انا، وفي جمبري في النص فبحطها بالطريقه ديت، كان في طماطم وفي بهارات وفي زعفران، فكل دول بيبقوا الوان، وفي رز ابيض انا ما خلطتوش يعني عشان يبقى عندي، والبصل فاكرين بصل برضو محمر جوه، كل الحاجات ديت بتبقى جزء من الطبق. نحط هنا، وبعد كده نبتدي نزين بالجمبري الكبير اللي انا كنت سويته في الاول، نحط شويه هنا على الجناب، وكنت مسوي شويه جمبري كبار هنا اهو، ازين بيهم على اساس ادي لكل واحد، اتاكد ان كل واحد هيبقى عنده جمبري، حتى ممكن ننيمهم كده بالطريقه دي،
و يبقى طبق الجمبري بالرز او الرز بالجمبري حسب انتوا تحبوا تسموه ايه. وباجي احط معاهم